عشان كده احنا بنقول للناس لازم شارك في المجتمع المدني. انت مش بتشارك عشان تدعم الحكومة، انت بتشارك عشان تحمي حقك. صحيح. عشان كده احنا بره في فرنسا جمعية عندهم مجلس قومي لحماية المستهلك. المجلس ده من حق اي 3-4 يعملوا جمعية ويشتغلوا، انما عايز كرسي فيه لازم يكون عندك 100,000 ابتدى 10,000 عضو مسجل في الجمعية. فعشان يضمنوا اللي هم بيتكلموا على سياسات حماية المستهلك ناس يمثلوا فعلا قطاع كبير من المستهلكين. احنا ليس اقل من الجمعيات دي ان احنا المفروض ان احنا لما نيجي نتكلم يبقى عندنا صوتنا واضح. واعتقد ان اكثر من تجربة قبل كده ان هي زي بلاها لحمة وزي جابت تأثيرها. ليه؟ لان هي لما جم قالوا لي احنا عندنا الفكرة دي، قلنا لهم بلاش تتكلم مع بعض، تعالى نتكلم مع كل الجامعات الأهلية اللي هي اللي موجودة. وكان عندنا اجتماع الشهر اللي احنا بنعمله لجامعات حماية المستهلك، وطرحنا والناس اشتركت فيها وابتدت برضو تاخد بعد، وبقينا نتكلم عليها ونقول يجب المشاركة المجتمعية في مجال المسؤولية المجتمعية باتجاه كل القضايا اللي بتقابلنا، لأن في آخر الأمر دي بتعود عليا بالنفع أو بالسالب بحسب إيجابيتي أو بحسب سلبيتي. فاحنا عايزين الناس تبقوا إيجابيين، عشان كده احنا بنروح النوادي بنعمل فيها أسر حماية المستهلك، بنروح الجامعات بنعمل أسر حماية المستهلك. عندنا كان لما اشتركنا كان في 16 بس محافظ، دلوقتي في 20 أو كان 11 دلوقتي 20، وكنا أما ابتدينا كان حوالي بتاع ما كملوش 30 جمعية، النهاردة 82 جمعية وبرضو بيزيدوا. وما بيكون عندنا مشاريع أجنبية بنحاول نحن نحط محور منهم رفع قدرات الجمعيات الأهلية، لأن احنا بنؤمن بالمجتمع المدني قد يكون أكتر من إيماننا بالأجهزة الحكومية، لأن هو ده الأساس والفيصل اللي في الآخر هيوصلنا لانتظام السوق.